النهاردة احنا في اويسس بنعمل مشتل عن الأشجار الخشبية، وجايبين بذور كده عشان الناس تعرف البذور دي. احنا لمينا في شوية، لمينا من الشارع وشوية جايبينها من المشتل، وفي بعض البذور كده هنزرعها أنا وعمرو اللي هو بيصور دلوقتي. في مثلا دي مثلا البذرة دي اسمها الروجاتروفا. الروجاتروفا دي بتطلع الثمرة بتاعتها، بتطلع بتتحمل الملوحة ممكن حضرتك تفرقها لنا؟ بتتحمل الملوحة والعطش وكده، وكمان الثمرة بتاعتها لما بتتعصر بتطلع خضار. بيستخدموه وقود حيوي بدل الوقود الحفري، ويبقى الحلاوة فيه أقل. دي الجاتوزة، دي البذور بتاعتها، هنزرعها كمان شوية في المشتل. دي بالنسبة للجاتوزة. في عندنا إيه تاني؟ دي مش عارف دي إيه، دي زنجلات. دي معانا زنجلات. الزنزلخت دي شجرة الورق بتاعها، الخشب بتاعها كويس جدا، ويعني قربت تنقرض من مصر. والشجرة دي ليها فوائد طبية، وكمان بتفرز ريحة، الناموس بيبعد منها وكده. دي بالنسبة للسنجلاك، هنزرعها برضه كمان شوية. في ايه تاني؟ عندنا ده كاسيا ميدوزا، دي برضه بتطلع ورق أزهار كده أخرى وكده. دي بيبقى القرون بتاعتها طويلة كده، وبنجيب منها بذور، والخشب بتاعها كويس جدا، ليها قيمة اقتصادية كويسة. وفي معانا ايه تاني؟ دي جوجوبا. الجوجوبا دي برضه زي حاجة زي تجربة كده، وممكن أقوى شوية. دي بتطلع العصارة بتاعتها بيستخلصوا منها البنزين والسولر، مستحضرات التجميل، وقود الطيارات النحاسة. دي الجوجوبا، وبرضه بتتحمل الملوحة والعطش زي في الصحراء. أصل مكسيكي ليها قيمة اقتصادية عالية جدا. عندنا ايه تاني؟ دي حاجة اسمها الجاتوفا، بس لما بنكسر دي بنلاقي جواها ال بنلاقي جواها البز، وخفيف جدا، طبقة خفيفة جدا. الجاتوفا دي بتطلع وردة بنفسجية كده، وبرضه الخشب بتاعها كويس قوي. في ايه تاني؟ دي اسمها اللبخ، لبخ ابيض. برضه بتطلع ورد اصفر كده تقريبا، والخشب بتاعها كويس جدا. نزرع ايه تاني؟ في بقى ودن الفيل، سموها ودن الفيل لأن عاملة زي الودن كده. ودي الورق بتاعها بتاكله المواشي،
ولو كسرنا الودن نلاقي جواها النسبة اهي. الورق بتاعها بالسيات والمواشي وبتطول جدا، ممكن توصل 15 متر 20 متر، و بتتحمل برضه الحرارة، دي قيمة اقتصادية كويسة. دي كمان الورق الأبيض ده بتاع شجرة اسمها تيكوما، تيكوما ساندس أو الصفير، عندنا الاسم بتاعها في مصر الصفير. دي برضه بتطلع ورق أصفر كده وشكلها حلو أوي، شجر الزينة وكده. عندنا حاجات كتير بس احنا هنزرع ده الأول كده ونشوف. عاملين مثل كده هنزورلكوا كمان شوية وهنزرع ونشوف كل ده هيطلع في قد ايه.